نذهب إلى رفح المصرية، وزميلنا عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز من أمام معبر رفح. عوض، قبل ما نتكلم لازم أقول أن هناك خبر مهم على القاهرة الإخبارية، حيث قال مصدر رفيع المستوى أن هناك توافق بين كافة الأطراف للعودة للمسار التفاوضي. إذن زي ما قلت لكم، وصل الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني إلى القاهرة، وهناك وفد أمريكي موجود بالفعل، أعتقد في ويليام بيرنز، أو ربما ينضم إليه ويليام بيرنز رئيس CIA. و مصدر القاهرة الإخبارية يقول توافق بين كافة الأطراف للعودة للمسار التفاوضي. المفاوض المصري أمامه مهمة شاقة وهو أهل لها. يا عوض، امبارح وإحنا بنتكلم كنا سامعين صوت القصف، الآن قل لي الوضع من الصبح عامل ازاي؟ لسه في صوت قصف؟ قل لي شكل المعبر ايه؟ المشهد هنا صامت للغاية، لا يقطعه إلا صوت الانفجارات التي نسمعها بين الحين والآخر، سواء من المدفعية الإسرائيلية أو من قاذفات الطيران على طول الخطوط أو الحدود المصرية الفلسطينية. نتحدث تقريبا عن 14 كيلو، كل هذه المسافة لم يتوقف القصف في هذه المساحة على مدار اليوم، لكن تحديدا منطقة شرق رفح هي التي نالت النصيب الأعظم من هذا القصف. وبالمناسبة هذه منطقة أقرب أن تكون منطقة صحراوية بها رمال كثيرة، قليل منها السكان والبيوت متناثرين في هذه المنطقة. لكن ربما السؤال الأهم، لماذا تزداد عملية القصف في هذه المنطقة؟ كانت إسرائيل أعلنت عن ذلك بأنها يعني تدعي بأنه ربما تكون هناك أنفاق، ربما تعثر على أسرى، ربما هناك الأربع لواءات ما تبقى من قوة حماس، هي تريد أن تفرض أمر واقع في هذه المساحة. لكن المتغير الأهم الذي لاحظته، عدنا مرة أخرى لسماع هذا القصف بشكل طبعاً قريب للغاية، نسمعه نعم قريب بشكل للغاية، أي الصوت يأتي من هذه المنطقة أستاذ لميس. هذه البوابة، هناك بوابة أخرى تقابلها بنحو 600 متر، يعني أقل من نصف كيلو تقريبا أو نصف كيلو. هناك البوابة الأخرى الخاصة بمعبر رفح الفلسطيني. في هذا التوقيت وأنا معك على الهواء، هناك مدرعات إسرائيلية موجودة في محيط المعبر، ودخلت هذا المعبر تقريبا عند منتصف الليل الأمس. وقبل أن تدخل إلى معبر رفح الفلسطيني، دخلت أيضا معبر كرم أبو سالم الفلسطيني. تعلمين بأن معبر كرم أبو سالم منقسم إلى قسمين، هي دخلت المعبر كرم أبو سالم ثم انتقلت بعد ذلك إلى معبر رفح، وكان به عدد من الموظفين والعاملين، ولكن غادروا قبل ساعات قليلة من وصول القوات الإسرائيلية إلى محيط هذا المكان. لكن عند الساعات الأولى من فجر اليوم كان هناك قصف شديد للغاية، لم نستطع حتى هذه اللحظة أن نلتقط أنفسنا أو ننام عدة ساعات من شدة هذا القصف الذي ربما يسمعه إلى مسافة بعيدة، ربما صدى صوت هذا القصف يصل إلى مدينة العريش وربما أبعد من ذلك لأنه شديد. طيب. للغاية، ونستطيع أن نحدد طبيعة حتى الانفجار. تكلمني أولا، كانت بعض المصادر الإعلامية الإسرائيلية تحدثت عن حواجز خرسانية وضعتها مصر أمام معبر رفح، أنا مش شايفة هذه الحواجز، هل هذا دقيق ولا إيه الوضع بالضبط؟ هذه بوابة أولى، ولكن هناك بوابة من الطرف الثاني. هذه البوابة من الطرف الثاني أنا لم أرى هذه القطعة الخرسانية، ولكن رأيتها في بداية الأحداث في 7 أكتوبر، لأن مصر بذلك تحمي البوابة. هناك كاميرات تراقب هذه المنطقة لأنها منطقة حساسة ذات ظروف خاصة، فبالتالي هذه القطعة الخرسانية متواجدة من أجل الحماية فقط، وليس لكونها حاجز تمنع دخول أحد، لأنه لا يوجد أحد بالمناسبة في هذه المنطقة. الآن باتت منطقة محتلة من قبل إسرائيل، فبالتالي لا يوجد فيها لا فلسطينيين ولا كل من يريد أن يقترب من هذه المنطقة، هي منطقة محظورة ومنطقة إطلاق نيران. لكن إذا كانت هناك قطع خرسانية كما يعني يقال، هي فقط من أجل الحماية، حماية البوابة الرئيسية التي يعلوها العلم، علم الدولة المصرية، علم السيادة المصرية. وبالمناسبة يعني لو قرأت معي مشهد المدرعات وهي تحمل علم إسرائيل اليوم، هي رسالة أيضا، لأن المعابر دوما
دوما في كل حدود العالم هي رمز للسيادة. على كل حال نعود لنقطة مهمة للغاية وتوقف معك بشأنها أستاذة لميس، هي خاصة بموقف صدر اليوم من منظمات دولية داخل قطاع غزة أغلبها تابعة للأمم المتحدة تتحدث عن مأساة قد تحدث خلال الساعات القادمة من جراء إغلاق هذا المعبر. لماذا؟ لأن هذا المعبر كانت تعبر منه يوميا 6 سيارات محملة بالوقود، 4 بالسولار و2 غاز، وهذا اتفاق وافق ضمانته الولايات المتحدة الأمريكية، هو اتفاق ضمني ما بين إسرائيل من جانب والأمم المتحدة من جانب آخر، لأن الهدف من وصول هذا الوقود هو إدارة حركة المركبات التابعة لمنظمات الإغاثة حتى تحمل ما يأتي من مساعدات من مصر والذهاب بها لكل المناطق في غزة من جباليا حتى المخيمات المختلفة وبدءا من رفح. فبالتالي الأمم المتحدة أعلنت لم يتبقى لديها من وقود في المستودعات الاستراتيجية إلا فقط 24 ساعة، وبعد ذلك ستتوقف حركة هذه المركبات. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي الأهم، أن معبر كرم أبو سالم هو مغلق منذ 48 ساعة، وهذا هو المصدر الرئيس أيضا الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية، لكن اليوم كان في حديث من البيت الأبيض بأنه تعهد من تل أبيب بأنه سيتم فتحه غدا. الجانب الآخر هو الجانب الصحي، ذكرت مع ضيفك الكريم من غزة بأن هناك مرضى وجرحى حيل دون وصولهم إلى مصر، بينما السلطات المصرية ممثلة في الإسعاف والقطاع الصحي كانت مستنفرة منذ الساعات الأولى وما زالت للتعامل مع أي طارئ، ورصدنا ذلك على الهواء، كان هناك عدد هائل من سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طارئ. ولكن القائمة التي وصلت إلي بالأمس وللأسف لم تتحقق على أرض الواقع اليوم، كان هناك 140 جريحا ومصابا فلسطينيا منسق لهم من قبل السلطات المصرية تستقبلهم صباح اليوم، ولكن مع الاحتلال الإسرائيلي الذي تم للمعبر الفلسطيني أمس حال دون ذلك، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الجرحى ومن المصابين. وبعض هؤلاء الجرحى والمصابين كانوا ينقلون إلى عواصم أخرى كقطر أو الذهاب إلى الإمارات أو تركيا. والبيان الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية طالب هذه العواصم بتقطع على إسرائيل للإخراج بهذه الحالات لأنها حالات صعبة للغاية صحيا بطبيعة. طيب خليني بس أقول بس أن البيت الأبيض منذ قليل حالا قال جرى إبلاغنا بأنه سيتم فتح معبر كرم أبو سالم غدا، وقال أيضا سيتم استئناف عملية إدخال الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح غدا. إذا نقلا عن البيت الأبيض زي ما أنت قلت يا عوض، إدخال الوقود سيكون غدا عبر معبر رفح، والبيت الأبيض يقول أيضا إنه كرم أبو سالم سيفتح غدا. كلمني عن وضع المساعدات، يعني دلوقتي إحنا عندنا جدول معين للمساعدات بتدخل كل يوم عبر رفح غير اللي بيدخل عبر كرم أبو سالم، المساعدات فين؟ مكدسة بقى على المعبر ولا إيه بالظبط؟ إيه المشهد اللي عندنا؟ هي بعيدة طبعا، لأن مظبوط طبعا للظروف الأمنية الخاصة التي نعيشها الآن عند الحدود، هناك تم إبعاد كل هذه السيارات في مسافات نسبية نستطيع أن نقول ليس ببعيدة، ولكن هناك منطقة لوجستية أنشأتها قواتنا المسلحة المصرية للتعامل مع مثل هذه الطوارئ، وهذه السيارات تصطف في هذا التوقيت، ولحظة أن يتم التنسيق لها بالدخول ستعبر، لكن الآلية التنسيق يعني الكل بات يعلمها الآن هو تنسيق يتم بين الطرف المصري ممثل في الهلال الأحمر المصري مع الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يحدد قوائم الأولويات، ما الذي يحتاجه، يحتاج مياه، يحتاج دواء، ما الذي يحتاجه بالضبط، فيتم تحريك هذه السيارات نحو معبر رفح. لكن النقطة الفصيلة التي يعني غدا سنكون شهود عليها إذا كانت تحققت أم لا، هل ستسمح إسرائيل بدخول هذه السيارات أم لا، لأن العالم تابع المشهد بالأمس، مستوطنين ويمينيين متطرفين إسرائيليين ترينا كيف تعاملوا مع هذه السيارات بالأمس يا أستاذ لميس، وتم فتحها وتم يعني العبث بمحتوياتها، فهل ستضمن إسرائيل غدا إذا ما دخلت هذه المساعدات حسب الوعد الأمريكي بأن لا يتم التعرض لهذه المساعدات أم لا؟ يبدو أن هناك خوف أمريكي من إحداث مجاعة في قطاع غزة، وبالتالي السماح بدخول الوقود صباح اليوم سيساهم في تقليل هذه المعاناة بشكل كبير، ونحن سنتابع طبعا إذا كان تحقق هذا الوعد الأمريكي طبعا أم لا. طبعا شكرا لهذا المجهود زميلنا عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز من أمام معبر رفح.